je trouve ce qui est intéressant et même passionnant dans cette association du Carrefour de Civilisation, c'est de poser d'abord les bonnes questions et d'en débattre. Moi, je n'ai pas de réponse toute construite, je suis prêt à échanger, à réfléchir, à faire évoluer ma pensée. Mais ce qui me paraît important comme question, c'est pourquoi ce type de questions se pose aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui on parle de ce problème d'identité, de culture, de valeur? Pourquoi ce type de question devient important aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que? Voilà, ça c'est le... Une fois qu'on a répondu, me semble-t-il, à ce type de question, le pourquoi ce type de question devient important, je pense qu'on aura déjà des pistes de réflexion derrière assez intéressantes. الاشتغال على المنظومة داخل مفهوم ملتقى الحضارات أن يتم الاقتناء بأن التفرد هو ضروري إنسانية، ولكن التنوع هي حقيقة التنوع هو مساعدة لربط العلاقات، بمعنى أن العلاقة التخصص سيدفع إلى العلاقة، لأن المعروف في علم النفس عموما هو الإنسان حينما يكون إلى حد ما مختلف لك أنت تبحث إلى لو صحت إلى 70% نكون نتشارك العديد من المسائل حتى لا نقع في الصراعات، ولكن نحن نحتاج أيضا إلى خصوصية الطرف الآخر حتى أجد كلما التقيته أجد عنده الجديد، هذا الجديد يساعدني شخصيا على أولا ربط علاقة جديدة ثم على التطور. إذا ممكن في إطار هذا المفهوم ديال التقاء الحضارات أن نصير بهذا المفهوم على التفرد وليس التأحيد مع التنوع لبناء العلاقات. أكبر التحديات اللي كيعيشها المجتمع في المجتمع المغربي والمجتمعات يعني اللي كنقولوها مجتمعات في دور التنمية ودور النمو، وأن كاين واحد المجموعة ديال يعني واحد نمط وحيد للطريقة ديال التعلم وطريقة ديال التعليم وطريقة صياغة يعني الأفكار وصياغة التفكير. هذا النمط هذا عنده يعني ثلاثة ديال المعايير مهمة. المعيار الأول اللي هو المجتمع أو الطريقة كيفاش العائلة كتربي يعني الأطفال ديالها باش يكون يشوف واحد النموذج اللي هو مسبق، وهذا النموذج هذا اللي زعما بالنسبة للرأي العام هو النموذج المثالي أو النموذج ديال واحد اللي ضروري خاصو يمشي فيه. النقطة الثانية هي بالنسبة للمدرسة، أن بطريقة المدرسة كما كناخذوها دابا كمؤسسة أو كمنهج في القرن 20 القرن 21 القرن 22 دابا اللي قربنا ليه، ما يمكنش ليها تشتغل بهذه الطريقه الميكانيكيه او الطريقه المهنيه بحال اللي كنتجوا منتوجات الضروري ديالها تفكر بنفس الطريقه تعمل بنفس الطريقه وخاصها تندمج بنفس الطريقه. جيت درت واحد هذه الورشه خاصه بهذ الطلبه، وهي فرصه باش نعطيو للطلبة نوريهم الحضارة ديالنا، الحضارة ديال الحرف العربي والحضارة ديال الحروف العالمية الأخرى. هذه واحد المبادرة باش بنادم يفكر يقول شنو باغي يدير لاش باغي نوصل، وحاولت نترجمها في كلمة ديال الحلم باش كنحلم نوصل. وهذا البروجي كان مشى بزاف ديال البلدان، دونك نقدروا نقولوا انه اون كيستيون يونيفرسال، شنو هو الحلم ديالو ولاش باغي نوصل؟ العلاقه ديالو مع هذا الفيلم اليوم اللي هو عنده علاقه بالكروس رود اوف سيفيليزيشن.